طيب أستاذة، لو نحكي قليلا عن الأسباب، هل هي أسباب يعني وراثية، أم يعني كيفاش حتى نلقاو إنسان عنده شخصية انطوائية؟ نعم، بالنسبة للأسباب قلنا سابقا أنه كل شخصية فيها نوعين من الصفات، صفات انطوائية وصفات منفتحة، أو الشخصية المنفتحة في استعداد، لكن ما يغلب جانب على جانب هو يعني أمر جيني بحت قد ينتقل بالوراثة، وقد يكون نتيجة ظروف ونتيجة مواقف، نعم مواقف تعرض لها الشخص فجعلته ينزوي، جعلته ينطوي، وجعلته يبتعد عن الآخرين. هنا أريد أيضا أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، في كثيرين يخطئون أو يعني لا يفرقون جيدا ما بين الشخصية الانطوائية والشخصية الانعزالية. الشخصية الانطوائية هي التي تعيش حياتها بشكل عادي، يعني قد تجده يمارس عمله أيا ما كان هذا العمل، لكنه دائما في الأخير ينسحب إلى مكانه الخاص وإلى مساحته الآمنة وانتهى الأمر، ويفضل أن يكون في عدم احتكاك مع الآخرين. بينما الشخصية الانعزالية هي الشخصية التي لا تقوم بأي شيء، تنعزل عن العالم، تتجنب العالم ككل بما فيها حتى ممارسة حياتها الخاصة، سواء كان عمل، سواء كان تفاصيل حياة يومية، سواء كان قضاء حاجياتها يعني المهمة اليومية. هذا هو الفرق المهم بين الشخصية الانعزالية والشخصية الانطوائية. عودا على بدء الإجابة على سؤالك، هل هي ما هي أهم هذه الأسباب؟ فيه أسباب جينية، يعني أسباب بيولوجية بحتة وراثية، نعم، خاصة إذا كان الأب والأم أو حتى الأقارب، يعني الأعمام والأخوال، الجد والجدة، في عندهم انطوائية، في عندهم ابتعاد عن الآخرين، في عندهم تجنب للحديث الكثير والمباشر مع الآخرين، سيكون بالطبع الأمر يعني أكبر، ونسبة على الانطوائية تكون أكثر، بالإضافة إلى الحوادث والمواقف التي يتعرض لها الإنسان. نعم.